الحاصل على صحة وعافية وهناء. كما العادة جيت لكم واحد تطبيق اخر، فهو ديال القنوات العالمية، عاوتاني في شكل اخر من جودة اخرى، وهذا يمكن نخدم حتى في التلفاز، يعني غنستغنى على شي حاجة سميتها الاي بي تي في، ولا تخلص الفلوس باش تتفرج هذيك القنوات ولا الافلام ولا هاد التطبيق. هذا عندي حاليا انا في التليفون، وعندي حتى في التلفاز. نتمنى نجربوا هاد التطبيق هذا، راه ماشي ديالي التطبيق، وانما انا كنبحث على تطبيقات مزيانين وكنجيبهم من الناس لجميع الهواتف. يعني كل مره كنزل تطبيق، تقدر هاد التطبيق ما يخدمش في الهاتف ديالك، ولكن تطبيق اخر غادي يخدم لك في الهاتف ديالك. المهم اليوتيوب قامت بحذف واحد الفيديو قمت انا بتنزيل ديالو قبل هذا الشيء اسبوع تقريبا، جاب لي المشاهدات، الناس شافوا داك الفيديو عجبهم، ولكن اليوتيوب زولاتو حيتاش عليه حقوق الطبع والنشر. حقوق الطبع والنشر ماشي مسألة انا ندي انا شي حد، لا، وانما اليوتيوب كتمنع شي حاجة سميتها انك توري للناس او تشرح للناس واحد الطريقة كيفاش يتفرجوا لواحد القنوات هما كيتخلصوا، يعني بالفلوس، يعني كتخلص عليهم وعاد كتفرج ليهم. هذه من بين الشروط ديال شركاء اليوتيوب، يعني هداري الناس اللي غيديروا بحال هذا المحتوى هذا يديروه ويبريو القنوات. كيف ما درت انا في ذاك الفيديو، انا ما وريتش القنوات صراحه، يلا دوزتهم، يعني ما دخلتش لواحد الفيديو اللي تيستيت فيه او لا جربت فيه انا الطريقه، غير هي اللي خليكم. انا غادي نبقى نختصر وغادي نقولهم ككلمات، من الاحسن باش ما يتعطتني اليوتيوب انذار واحد، عندي انذار وانا في القناه ديالي عاد مازال جديده، عطاوني انذار بسبب لي داك الفيديو، في نفس الوقت مسحوا داك الفيديو، قاموا بالمسح ديالو. المهم الله يخليكم، وانا غادي نعطيكم تطبيق الاسم ديالو دراما لايف، غادي تيليشارجيوه من جوجل كروم، ياك مني غادي تيليشارجيوه، مني غادي تيليشارجيوه الخوت كيطلب لكم واحد الكود، الكود انا مبقيتش عاقل عليه، وانما غنخليه لكم في صندوق الوصف، انا غادي نخلي لكم، وداك الكود ضروري باش تخدم القناة، انا غادي نخلي لكم. انا القناة خدامة عندي حاليا اقسم بالله في الهاتف، ودايره حتى في التلفاز، غادي ان شاء الله تجي واحد الفرصه اللي غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش تخدموا دوك لي زابليكاسيون اللي فيهم القنوات العالميه في التلفاز كما درت انايا. ودابا نوريكم الشرح بالتفصيل في التلفاز عندي، باش تتاكدوا ان هاد التطبيقات راهم كيخدموا في التلفاز وكيخدموا بشكل عادي. المهم غير يكون عندك الواي فاي مزيان، وراه غادي يخدموا عندك مزيان الخوت، اقسم بالله الا كيخدموا مزيان، وما دام كنحلف عليها الا وراه كتبقى راق امانه في الرقبه ديالك. تبعوا التعليمات وما يكون غير خير. كنشكركم على حسن المتابعه، وما تنساوناش من الاعجاب والاشتراك الله يخليكم، حيت هذا هو الدعم باش امكاني نزيد نطور من الفيديوهات، وندير فيديوهات اللي غادي نشرح فيهم بطريقه فنيه اللي ما يمكنش اليوتيوب كيدير تمتح او لا تمسح لي المحتوى ديالي. كنشكركم، والدعم ديالكم هو اللي غيجعلنا نواصلوا في الطريق هذه ديال هاد لي زابليكاسيون اللي مفيده بزاف وكتنفعنا في الحياه ديالنا. كنشكركم والى اللقاء، وسمحوا لي على الاطاله، ومع السلامه.